أنا إنسان أحافظ على أداء صلواتي، هكذا يقول عن نفسه، ولكني عند صلاة الفجر فإني أوقت الساعة لتوقظني من النوم، ولكن بدون أي شعور فإني أصحو وأقفل الساعة وأنام مرة أخرى، وأنا أعلم أني آثم في ذلك، ولكن ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. مع وجود الساعة توصي من يوقظك ممن حولك من أهلك أو زوجتك، وأيضا ينبغي أن تبعد الساعة عن متناول يدك، تضعها في مكان بعيد عنك بحيث لا تمتد يدك إليها من غير شعور. إذا كانت بعيدة فإنك لا تمتد يدك إليها وأنت نائم، أبعدها عنك، وضعها في مكان يمتنع وصول يدك إليها.